وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أنا حاسة إني في كابوس. هو كابوس بس عايشينه. أنا محتاجة وقت أفكر مع نفسي قبل ما العيال ترجع من عند أخويا. العيال عندها امتحانات، مش هينفع يعرفوا حاجة دلوقتي خالص. هعملها ازاي دي يا نادية؟ هنقولهم انه مسافر، وانت لازم تمسكي نفسك شوية. ايوه، وهنقول لهم في المدرسة محدش يبلغهم، والجيران. انا مستعدة اطلع بيت بيت، بس الولاد ما ينفعش يحسوا بحاجة خالص دلوقتي. حاضر حاضر يا حبيبتي، لازم كل حاجة تمشي كأنه موجود. أنا ما عملتش حسابي عليهم بيانات، عملوا فينا كده ليه؟ ده كان طيب أوي. طب والعيال؟ العيال دول ذنبهم إيه؟ وامه، هدوا عيلة كاملة منهم لله. مش عارفة اتصرف، هو اللي كان بيعمل كل حاجة. بس انتي من هنا ورايح لازم تتعلمي تعملي كل حاجة. انتي قوية يا رشا، وهو عارف كده ومستنيكي تكملي من بعده. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.